السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي الكرام حياكم الله. اليوم معنا فيديو مهم وهو طريقة فتح حساب بنكي من المنزل ومجانا، تمام؟ تابع مع الفيديو لأنها لمعرفة جميع التفاصيل، وإذا كنت مهتم بهذا الأمر شارك الفيديو لتعم الفائدة على الجميع إن شاء الله. بسم الله، أول شيء إذا كنت بدك تفتح حساب وما عندك مثلا القدرة المالية تفتح بنك زراعات أو أي بنك ثاني، راح نعطيك طريقة تفتح بيها حساب مجانا. تقدر تستفاد من هذا الحساب تحويل وإرسال طبعا الأموال واستقبالها، أيضا سحب من أي صرافة، الشراء من الإنترنت، دفع فواتير جميعا، وأيضا العديد من الميزات الهامة. بسم الله، أول شيء راح نتعرف على طريقة الحصول على كرت ببارة وحساب ببارة. طبعا هذا الكرت والبنك معروف طبعا، تستطيع فتح حساب بكل سهولة والحصول على كرت ببارة مجانا عن طريق التطبيق اللي راح لك رابطه أسفل الفيديو. وراح نتعرف نهاية الفيديو على طريقة الخطوات لأجل الحصول على كرت ببارة مجانا. راح نتكلم عن ميزات هذا الكرت. طبعا أول شيء الكرت يدعم إرسال واستقبال الأموال لجميع دول العالم، تمام، ما بين مشكلة. اثنين، يمكن سحب الأموال من أي صرافة آلي موجودة في العالم وفي أي دولة، يعني عندك الكرت بأي صرافة بالعالم تقدر تسحب الأموال أو تحطها ما بأي مشكلة. ثلاثة، الليمت فيه كبير جدا مقارنة ببعض الكروت الموجودة في الأسواق، يعني الحد تبقى 50,000 أو أكثر إذا أكدت بالهوية التركية طبعا أو الكملك يملك الحماية المؤقتة. يمكن ربطه مع باي بال بسهولة ويمكنك من خلاله سحب أرباح الباي بال ايضا ما باي مشكله. زي تقدر تسحب مثلا اذا كانت مثلا عندك ارباح باي بال تقدر تربط الكرت هذا معه تقدر تسحبها من دون اي مشاكل. طبعا قلنا لكم طريقه الحصول على كرت مجانا وبطريقه تروح المحلات اذا بدك تشتريها سعره 10 ليرات او على الطريقه اللي راح نتعرف عليها مجانا. قلت لك هذا الكرت راح يكون له اي بان، تمام، وراح تقدر تستقبل وترسل الاموال وراح تقدر تدفع فواتير وتقدر تشتري من النت وتقدر تسوي بعمليات الترويج وتقدر تستقبل به حتى الارباح من جوجل ادسنس، تقدر تستقبل منه هذه الارباح. لذلك راح ننتقل على التطبيق الان من اجل معرفه الخطوات وطريقه ارسال طلب من اجل الحصول على هذا الكرت بباره. خلينا نقوم بانتقال الى الجوال. شباب حاليا راح نروح على البرنامج اسمه بباره، تمام. بعد ما رحنا على البرنامج راح هنا نضغط على تسجيل دخول، اذا كان عندك ايميل جوجل سجل بايميل جوجل، اذا كان عندك رقم جوال تقدر تسجل برقم الجوال. الحين احنا راح نسجل جرب برقم الجوال، سجل برقم الجوال، نعطي دوامت، نحط هنا الاسم، سجل حط اسمك وتحط اللقب وتحط الايميل تبعك، تمام، ما باي مشكله. هون تحط اسم ولها ما بي مشكلة، ندخل الاسم نحط الاسم، بعدين نحط اللقب السويد نحط اللقب، بعدين نحط ايميل. طبعا يكون اي ايميل عندك انت، طبعا لازم يكون ايميل شغال. دخلنا الكود بشكل نظامي، راح يفتح لنا بهذا الشكل، تمام، راح تفتح لنا بهذا الشكل. يرشد امورك بالتمام حاليا. الان بدنا مشان نتاكد حسابنا ونعمل مثلا طلب للكرت الاسود، راح نحط على كلمه هاي هون عندنا اياها. اول شيء نروح نحط على اي بوست ادريسنج، تمام، هاي نضغط عليها مشان يتم تاكيد الايميل طلع صح، تمام. ثاني وحدة عندنا هنا حساب هوينلا، نضغط عليها. هنا راح نقوم بنحط المعلومات المطلوبة مشان نأكد الحساب تبعنا ويجينا الكرت من دون أي مشاكل. أول شيء راح نختار إذا كانت عندك كملك حماية مؤقتة تضغط على يابنجي كارت كملك. بعد ما نضغط عليها هنا راح تختار أنت إيش جنسيتك حسب الجنسية اللي بدك إياها. إحنا راح نختار مثلا كسوري، نختار سوري. بعدين هنا تحط الاد وهنا السويد يعني الاسم واللقب، تمام. بعد ما تحطها راح تحط هنا عندك رقم الكملك، تمام، رقم الكملك الخاص بك لازم تكون بالشكل الصحيح. هنا تحط تاريخ ميلادك مثل ما موجود بالكملك، تمام،
احنا وعندك اخر شيء تحط انت ايش عم تشتغل، تختار انت حسب الشغل اللي بدك اياه، تختار انت ما بأي مشكلة من هذا الشيء، تختار اي وحدة منهم، بس اهم شيء انه حاول تكون صحيحة. تختار اي شيء مثلا ترزة مثلا او اي شيء، اختار مثلا اي شيء بدك اياه انت، وتكتب هون مثل ما قلت المواد تبعاتك، وبعدين راح نشوف نحط المعلومات ونرجع لكم. اعطيها الخيار دوامي تعطيك تمام. حاليا نروح نطلب الكرت، نفوت على كلمة بيبارا كرت، راح نختار أفضل واحد وكون تسحب منه وتحط، والحد تبعه 50,000. عندك طبعا طلع كل الميزات هون عندك يا أنت. طبعا راح نختار البيبارا بلاك كارت، يعني لأنه ببعض الكروت هون ما بيها ميزة مثلا السحب أو شيء، طلعك عليها مثلا هون شايف مثل ما يقدر هون تسحب مصاري. أما أنت تختار البلاك كارت بيبارا، طبعا احنا نضغط عليه نكتب بلاك كارت استاس، يعني احنا نريده الكارت الاسود. تختار انت المدينة اللي مقيم بها مثلا كاسطنبول، تختار المقاطعة اللي بها انت مثلا وين مقيم باسطنبول، اسلر فاتح. بعدين تختار اما تختار المقاطعة مثلا مثلا الحي الشارع رقم اللي مقيم بها انت. بعدين بس تحط هنا العنوان الادريس جير. الادريس جير شلون يعني؟ عندك فاتورة مي او كهرباء تجيبه تنقله انت مثل ما مكتوب هنا، تعطيه دوامات وراح يعطيك صح. بعد ما تضيف العنوان يعطيك صح، وبعدها نروح نشوف نتأكد انه طلبنا شغال طبعا مشان نتأكد الكرت تمام. يعني راح يصلنا بعد ما عملنا نضغط على البيبارة، اول شي راح يطلع لك هو كارت اول خيار صح عليه انه تمام تم طلب الكرت، وبعدين المرحلة الثانية كارت بايسل، بعدين الثالثة هي مرحلة التسليم الى الشحن، والمرحلة الرابعة التسليم اليك. يعني انت حط العنوان اللي بدك اياه كأنه بالورشة بدك تستلمها، انت وين بدك تستلمه حط، وان شاء الله هو راح يجيك يعني من 3 ايام للاسبوع او كثرت ماكسيموم لـ10 ايام تمام. طبعا هاي طريقة طلب هذا الكرت طبعا البلاك كارت، وطريقة فتح حساب مجاني طبعا مثل ما قلنا لكم راح يكون له رقم ايبان نظامي طبعا، وله كل الامور هاي. تقدر تفتح حساب ايضا بالدولار وباليورو طبعا، امور ممتازة تقدر تدفع منه الفواتير مي كهرباء اسطنبول كارت، حتى تقدر تعبي كارت اسطنبول من خلاله طبعا. راح نتعرف بيجي شلون تعبي كارت اسطنبول ان شاء الله. طبعا بس يصلنا الكرت راح نتعرف على كثير من الامور بهذا طبعا الكرت. مثل ما عليكم تقدر تفتح حساب ليرة او دولار، تقدر تحول ما باي مشكلة، تضغط هنا على التالي راح يطلع لك دولار او يورو او استرليني حسب انت اللي بدك اياه. تقدر تفتح هذول الحسابات مع بعض، وطريقة التعبئة سهلة، تروح على اي اتمي او عن طريق حسابك البنك تقدر تعبي. اللي ما عنده حساب بنك يروح على الاتمي يحطها، يدخل كلمة السر اللي راح تجي طبعا بالكرت اخر 4 ارقام، يروح عليه يعبيها طبعا، وكل الامور سهلة وان شاء الله. مثل ما قلنا لكم في شرح اللي ما يعرف شلون يعبي اي كرت كان تمام، اخليك رابط اسفل الفيديو شلون تحط الماكينة شلون تعبي الكرت ما باي مشكلة ان شاء الله، لانه كل الكروت نظام التعبئة تبعها واحد. واذا عندك اي سؤال او اي استفسار حطني بالتعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.